السلام عليكم. هنحل دلوقتي مسألة problem 2.12. فكرة المسألة كلها قبل الرولر كوستر ده، في عربية، العربية دي طالعة نازلة من منحدر بسرعة 22 كيلو متر في الساعة. هتحول انت ال 72 كيلو متر في الساعة دي تخليها متر في الثانية على الثانية، فبالتالي هتضربها في 5 على 18 فتبقى 20 متر على الثانية. يبقى ده معامل ثابت 5 على 18. أي سرعة بالكيلومتر على الساعة عايز تحولها متر على الثانية تضرب في 50 على 18. تمام، مديني معامل الاحتكاك اللي هو بتاع الكينيتيك اللي هو عكس اتجاه الحركة 2/10. مدينا الرو اوف كيرفتشر اللي نزلت منه العربية، هو أو اللي مرت بيه العربية هو 30 متر. عايز هو العجلة اللي نزلت بيها العربية دي اسمها عجلة decreasing. تمام، المهم العجلة لو عايزها عند نقطة A أو almost A، almost A يعني يا دوبك وصلت عند نقطة A، العجلة كانت بكام؟ أولا لازم نميز إيه العجلة اللي هو عايزها، عايز العجلة اللي هي بتاعت التانجنت ولا العجلة بتاعت النورمال؟ أولا بدل ما العربية مرت في منحنى يبقى دي كده عجلة نورمال، يبقى العجلة اللي إحنا هنجيبها إيه؟ نورمال. عندنا قانون نجيبها على طول مباشرة. القانون بيقول ايه؟ بيقول ان الـ an يساوي v square، سو عايز العجلة الكلية. تمام، يعني عايزك مرة تجيب النورمال ومرة تجيب التانجنت وتحطهم الاتنين تربيع تحت الكسر عشان تجيب العجلة الكلية عند نقطة A. المهم جبنا الـ a normal v square على رو، v square بكام؟ جبناها احنا بـ20 على رو على 30 تساوي 13.3 متر بير سكند سكوير. أول حاجة جبناها. تاني حاجة عشان نجيبها الجسم عند نقطة A، الجسم نازل كده واقف عند نقطة A في هذه الحالة. عايزين نجيب العجلة أو النورمال فورس عشان هنستخدمها في معادلة تانية. عايزين نجيب النورمال فورس. تمام، نجيبها ازاي؟ نحلل القوة. طيب ده عربية وزنها الأسفل ام جي، في نورمال فورس لفوق اللي أنا عايزها، ومعامل الاحتكاك طبعا معايا عكس اتجاه الحركة U K في N. طبعا العربية بتتحرك كده. تمام، فـ U K هو عكس اتجاه الحركة، فبنقول submission force في اتجاه النورمال يساوي عجلة، كتلة في عجلة MA في اتجاه نورمال عمود يعني. طيب طبعا الاتجاه الموجب هو اتجاه الحركة، اتجاه الموجب هو اتجاه الحركة. تمام، فهي وهي نازلة على المنحدر وقفت عند نقطة A الحتة دي، فده اتجاه موجب للتانجنت وده النورمال، ده التانجنت وده النورمال. احنا عايزين النورمال دلوقتي، فبنقول ال N ده السمشن فورس في الحتة دي، ال N الموجبة ناقص ام جي اللي هي وزن الجسم الأسفل بيساوي كتلة ام في ال A N، في ال A ال A N. طب احنا جبنا ال N، احنا جبنا ال N، عايزين نجيب بس ال N النورمال فورس بتساوي، وادي الناحية التانية يبقى ام جي بالموجب طبعا
زائد ام مضروبة في ان، ان بكام؟ ان جبناها ب13 وانتري. مش الام مضروبة في الجي والام مضروبة في رقم؟ تمام. طب ما تاخد عامل مشترك، يبقى الام عامل مشترك هيبقى الجي زائد 13.3 سالب. طبعا هو في المسألة مش مديني الكتلة، فأنا خدت الكتلة هنا مجهول. الجي معروفة ب9.8، يبقى 9.8 و13 و3 يعني هتساوي إم، عشان دي مجهولة، ومجموعة الرقمين تبقى مضروبة في القوسين، القوس ده يعني هتساوي 23.1 نيوتن. ودي النورمال فورس مجهول، فيها مجهول هو الكتلة. دي النورمال فورس، تمام، المجهول اللي فيها هو الكتلة. أنا جبت النورمال فورس هنا ومجهول فيها كتلة عشان هستخدمها في معادلة تانية عشان أجيب العجلة في التانجنت لاين. أنا كده لسه مجبتش العجلة الكلية، أنا جبت العجلة في النورمال لاين طلعت ب13.3، جبت النورمال فورس هنا علشان أجيب العجلة في اتجاه التانجنت لاين. العجلة في التانجنت لاين هي أكيد برضه سميشن فورس في التانجنت لاين بيساوي ام اي تانجنت لاين. طيب تانجنت لاين يعني طبعا جسم عند نقطة A كده، ده التانجنت لاين. فبالتالي تحليل القوة في التانجنت لاين لما تيجي تحلل العربية لما هي كانت واقفة، يعني كانت في محاضر كده ونزلت خط مستقيم برضه الوزن الجسم الأسفل M G والـ N لفوق وميو كي هنا اهي وعامل احتكاك ميو كي N، خلاص. فعشان كده جبت الـ N، عرفت يعني جبت الـ N علشان استخدمها في المعادلة. فإذا طبعا اتجاه الموجب هو اتجاه الحركة، ده اتجاه الحركة يبقى ده الموجب ده الموجب، مهمة دي أوي. طيب summation force في tangent line أو في محور X زي ما انت شايف طبعا دي عكس الاتجاه، بتتاخد بالسالب، سالب ميو كي ان زائد. هل في قوة تانية في محور إكس؟ أو هل في أي معاملات في محور إكس؟ لا مفيش، خلاص يعني بتساب إم اللي هي الكتلة في التانجنت لاين في إيه؟ إيه تانجنت لاين. طيب طب هو مديك في المسألة أساسا، يعني هو في المسألة مديك الميو كي 2/10 صح؟ نرجع للمسألة، قال لي معامل الاحتكاك اللي هو 2/10 يبقى سالب 2/10 مضروبة في ايه؟ في النورمال فورس ان، واحنا طلعنا ان من شوية بتساوي ايه؟ فكر معي، طلعنا بكام؟ ال n طلعت m 201 مش 23.1 23.1 بتساوي ام، طبعا دي بقى بتنزل زي ما هي
ام 80 او اي تاو. طيب لاحظ هنا ده مضروب وده مضروب، من حقي بدل ده مضروب وده مضروب ان انا اقسم على اي حاجه او اضرب في اي حاجه، طالما القيمه هنا هتتغير والقيمه هنا هتتغير بنفس المعيار، فانا اقدر اقسم هنا على ام اللي هو الثابت اللي هو مش موجود يعني في المساله، وانا كده خلصت من ايه، من الام خالص اللي هو مش موجود، وبالتالي يبقى سالب 2 في الرقم ده على طول مباشره، يبقى الاي تاو بتساوي سالب 2 من 10 في 23.1، هيساوي الاي تاو هيساوي سالب 4.6 متر بير سكند سكوير. تمام كده انت جبت الاي تاو وجبت الاي نورمال قبل كده، مش ناقص انك تجيب العجله الكليه عند نقطه ايه، واتفقنا طبعا ان العجلة اي عجلة كلية بنسميها ايه، وايه بتساوي الجزء التربيعي للاي تاو سكوير بلس اي نورمال سكوير. تمام طيب انت جبت الاتنين، هتربع القيمة الاولانية بتاعت الاي تاو وتربع القيمة التانية بتاعت الاي نورمال، الاي تاو بكام؟ الاي تاو بسالب 4.6 سالب 4.6 سكوير، طبعا السكوير بيشيل السالب، ممكن تحطها سالب او ممكن مش تفرق. والاي نورمال جبتها انت ب 13.3 سكوير تحت الكسر، هيطلع لك ان العجله الكليه بتساوي 14 متر بير سكند سكوير، وادي اول عجله كليه هو عايزها عند نقطه A او تقريبا وصلت نقطه A. طيب عايز بقى ايه، نفس الكلام تعمله تاني ما بين A و B. طيب السؤال تسأله لنفسك، ما بين A و B الجسم بيتحرك في خط مستقيم ولا بيتحرك في رو اوف كيرفيتشر؟ بيتحرك في خط مستقيم زي ما انت شايف، فبالتالي هتشتغل عليه عادي خالص. ال A normal نشيل بقى دول، هتشتغل زي ما اشتغلنا كده دلوقتي. ادي الجسم اهو ماشي في خط مستقيم، ادي ال A normal في الام جي الاسفل ولان الاعلى، قوة الاحتكاك نيو كي ان. وهكذا بقى يعني تعمل نفس الفكرة، بص انزل عند نقطة بي، هدول ام ناقص ان بتساوي ام اي ان، سيبك من دي، اي بتوين اي ان بي الجسم في النص الشكل ده، ايه القوة؟ ادي ان فوق وادي ام جي تحت وادي قوة الاحتكاك. لما تعمل سمشن فورس في اتجاه التانجنت اللي هو محور اكس يعني، هيساوي سالب ميو كي ان بيساوي قبل ما نعمل دي بنقول ان دي بتساوي ام 80. بعد كده نحل الكوع، سبمشن فورس في تانجنت لاين، ترجع للرسمة ادي ده طبعا اتجاه الموجب، فبالتالي يبقى سالب ميو كي ان عشان عكس الاتجاه بتساوي ام ايتاو زي ما هو عامل. انت جبت الان وعندك الميو كي خلاص، فبالتالي تعرف تجيب الاي تاو بكل سهوله، تعويض مباشر هيطلع الاي تاو بسالب 1.9، ده between A and B.
طيب، طب لما بي بقى، بي هنا النقطة دي فيها فكرة. احنا افترضنا ان اتجاه الموجب كان كده، يعني هو كان لفوق بعدين نزل 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 وهكذا لغاية نقطة هنا، فالاتجاه الموجب كان عامل كده. تمام، اتجاه الموجب كان عامل كده، تانجنت نورمال. دلوقتي لما عند نقطة بي، الجسم هيتحرك لأعلى ولا لأسفل؟ المفروض إن هو يتحرك لأسفل، فبالتالي الجسم كده هيتحرك لأسفل. يبقى إذن الاتجاه الموجب هيبقى بالشكل ده. يبقى الـ mg هتبقى موجبة، خلاص دي موجب، وطبعا الـ n اللي فوق هتبقى سالب، انا ده عكس الاتجاه اللي هو نازل لتحت، اتجاه الحركة لتحت، يبقى ام جي موجب، واي حاجة تانية مش نفس الاتجاه يبقى بسالب. عشان كده هنا في الام جي قالك سالب ان بتساوي طبعا ام اي ان، والاي ان دي عجلة نورمال بتساوي في سكوير على رو، وبنفس الخطوات عجب حل المسألة، مفيهاش اي مشكلة، بتعوض بالارقام وخلاص. انت فهمت الاولاني، انت فهمت الفكرة دي؟ أقولها تاني، عند نقطة B الجسم نازل لأسفل، في اتجاه الحركة لفين؟ لأسفل. فإذا إيه اللي في اتجاه الحركة؟ عند MG، يبقى MG هي الموجب، وطبعا لأنها تبقى هنا في السالب. أما قبل كده الجسم كان من فوق ونازل لتحت ومشي في خط مستقيم، فقلنا الاتجاه الموجب هو اتجاه الحركة بالشكل ده. أما هنا الجسم نزل لأسفل، فالموجب هو ام جي، السالب هو. وشكرا.